قال تعالى ربي وحيلي وأقسم وحي كرارتين بالله إلهي جهد أيمانهم دارت وذي وقت قيد لا يبعث الله إلهي ونسوب بحنين من يموت الروح بنتين بلاه صوب بحن وعدا يبوه عليه ألا كركيسا حقا وطبا ولكن أكثر الناس يدك بذنك لا يعلمون مؤهو أجر كانوا حقب الله وانا آيات الصدن يسدي من سورة النحل رب سبحانه وتعالى آيات وحقه ورمعي قالوا بيرنتي أي بيرية بعثك إنا يقول نارتين نارتو دي قدن بيسة وآيات وآخرية إنو إلهي ونسوب بحينين الروح دنتي أرنتان أي فوقيستين رسوشين أي كوبيرية ورمتي أي كورمين تدخل إلا صوب بحينين arintaas iyo qaartoodaas inay been tahay iyo ilaahay sheegay oo ku radiyay wa aqsamu waxay ku dhaarteen billaahi ilaahay bay gaalada ku dhaarteen jahda imaanihim dhaartoodi u xeel dheereed yacni dhaartoodi ugu adkayd dhaar la adkeeyay bay ku dhaarteen laa yabcathu llaahu ilaahay inuuna soo bixinaynin man yamuutu ruux dhimanay macnaa ruux dhintay dib inaan laga soo bixinaynin بلا سيكون ذلك كاسي وهان دونا وصوبه روح دنتي الله صوبه وعدا يبوهوي عليه ألا كركيس الله يبوهي حقا وطبا وأشي رب سبحانه وتعالى يبوهي وحقيقا وميل غمر أنجل ولكن أكثر الناس تتخبى لنقول لا يعلمون مو لكن تدك برنقر مرغو جهلي ود الدرات دي ايا رسو شي خلافين وين بينيين الا يسصوب بحناي ليبين انه هو عدى يدرات دي الى هاي خلق جو صوب بحلاهم ايالا الذي كي يختلفون على استو خلافي فيه بحديثا يولي يعرم ايه يغالان الذين قوة كفروا قالوا بي انهم يغو كانوا هنا هذين كاذبين بين عليان ورب كورم حكمة كجرتا سوعلين تدتك اللي سوعلين هي ذاتك الله صوت بحينا يوحينا تعاي ليبين انه وعدي لهم للناس ذاتك ايه ربي وعدي الذي يختلفون فيه وحي اسكو خلاف من كل شيء وحك استوى الدنيا اسكو خلاف سمعين هل قاين له وعدي ايه ننكي محسن عاي وناك فلا محرق اهانا وناك يسي لو اباري الله الضوابية كي مسيء اهانا isaadi si xumaanti si lagu abaaliyo macaqabo iyo wali yaqaan inay ogaadaan alladina kuwa ka faru galoobay annahum iyagu kaano inay ahaayeen kaadibina beenaarayaal inay sidoo kale ogaadaan kuwii gaalada ahaa ee rususha beeniyey inay beenaarayaal ahaayeen oo dhaarahoodii ay ku dhaaranayeen inuuna ilaahay soo bixinaynin inay been ahay wadaa saa qaraanteed baa markii jahannaam lagu guro يا ملائكة الزبانية لا وحيو أرانا إساء هذه النار التي كنتم بها تكذبون نار تهد بيرين إساء واتين أفا سحر سحر مياه هذا كان أمانتم لا تبصرون وحيو مسحر بام سماع رقائزا وقال الله إذن ليس صورت بحب ما يهو وحبعت اللي إله هذا من دلتا هذا نوالك النار با اللي إذن قرية هذا ما أرقائزا مسحر با وحنا مسماع رقائزا إسنوها فاصبروا أو لا تصبروا قالوا إلى هجري marka asama samra oo ku sabra cadaab garamaha sabrina sawaa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun way siman tahay taasi hadaad sabirtaan iyo hadaad sabrin ba waxa layga ku abaalin waxaad camal bariisee innama qawluna hadalka nagu lishay shay aan oranayno ida aradna marka doona an naqulu lahu inaan u dhaana weeyo kun ahaw fayakunu wa hanaya rabbi wuxuu ka waramaya fudaydka ay u fududahay شيء إيجادي تهو ربي إيجادي أنك وحو ربي إلى حضرك أنك شيء آنو أولانا إلا قول كان دوني إن إلادنا شيء إنو أحاد إلادي مر كان دوننا وإن أنو تحنا كم أحو فيكون مر كان وحانا إما أحا إنو ربي كوحا ضيو كم أولانا وما ددا كافك يمنو كائن لغو حد يعني إلهي ودوني وي شيء إنو أحادو بإلهي دوني وأمري وأنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وكيلين البريق سيغا أوكا إيش صار لغو البريق سيغا إيش أطرف كذا تقاقيت أوكا يوكو أهانا يا شيخ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة آيات كلا وقرب كلها
والذين قوا هاجروا هجروده في الله إله الدين تيسا قريال كيدا أهجروده من بعد ما ظلموا إنت إلا ظلمين دواده لنبوي أنهم وحند جنينا في الدنيا الدنيا نحل هذا حسنة ولا أجر الآخرة آخرة أجر كيدا أكبر وين لو كانوا هديه يعلمون قوة كرم الذين قوا ويقوا سيصبروا صبر وعلى ربهم ربي قوانا يتوكلون ترسان إلهي وحكم الرمى يا دتك مهاجرين تا الدين تي سوي جرود أبالين تا وأبالين أيوه وكلو الله علماء قيم كم إذا إليه وحصور الجرى سبب نزول كآية درنا يا حي سعود يا أرض الحبشرو جرود كوك يا قوم كود يا رب دبان يا مكة رب دبان يا مكة إنت يا كم بحيان أرض الحبشة هذه سرب يود عبادة دي سعيو مكة صلاة رجوه هو عثمان بن عفان يا كمده الزوجين سوى الرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب يا أبو سلمة ابن عبد الأسود أيها رجل استدعى عنا ضد سديت قال ورب يضمر السجود جرايا هاي قل رب عليه والذين هو هاجروا هجروا ذي في الله ألا دراد يو هجروا ذي إله رضيه سيار وطالب من بعد ما ظلموا انت الا ظلميه دواده انت الا نبيه الا ظلميه بهجروده لنبوي انهم ويدجينينا في الدنيا الدنيا دحيلة حسنه على ميل ونكسر الهي كعابدان يعني الدنيا دجينينا والمدينه اللي يريد ما يقصر روح ظلمي وكجلاتو كهجروده ميل ونكسر الهي كعابدو دجينا وين ولا اجر الاخره آخر أجر جيدا أكبر وين لو كانوا هديه يعلمون كوه إلى هاي وجود الدنيا ذا ميشة ونكسنة للتجين هي وحا ونكسنة الدنيا ذا لسينة الوقع وطبقاي بكي قاري وحا كوين آخر أجر جيدا ولا أجر الآخرة آخر أجر جيدا أكبر كوي مما أعطيناهم في الدنيا الدنيا ذا وحا قصينا وحا آخر أطن بيها كوي لو كانوا هديه يعلمون كوه كرانا يبتدك هجرة كالتخلفين أضيك أنا أيها ويجرون لها الذين قوة ويقوة سيصبروا صبري وعلى ربه الرب وانا يتوكلون التلصار رب سبحانه وتعالى وحلو وعطتك صبري أكو صبري لمك أي قوم كوذن بميين إلى هنا التلصار مي وما أرسلنا ما ننتهي من قبلك هذه ورطا إلا بجار الرد مويين نوحي أن وحيون إن إليهم يرى يفسألوا ويدي أهل الذكر علم قدت غير القوة إن كنتم أتاتين لا تعلمون قوة أنوغي أرسلنا عموان تري بالبينات معجزات ما قدر هي والزهور الكتب وأنزلنا وقت جنة إليك أديك النبي وقوسه جنة الذكر وحيك لتبين أين أضع عطيس للناس تدك ما نزل إليهم وحى اللوزه تجيه هي وعلم يتفكرون أين فكرة رب سبحانه وتعالى وعيلي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نبي ورطامان نانترين إلا حق أن أوحيو نيموين مركا آيات وحيسيو تكتقون رسولك اللبحية عربي ويكرتين رسولك رو حيلا ذين الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا إلهي وكوي إلهي إلو الروح صوت تخصده وبشر إلو صوت تخصده في آيات بدل بسيو تقوه حقم إذا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس تدخل وحيام كل نقضي إن روح يونين إياك كمدة عودتك أديك عن المتاس إلي أبي آيات نويسون تكتوه اللوه الديو وما أرسلنا من قبلك رسول الله تعمان نانترين إلى رجال رقمه نوحي إليهم رقع عن روح يونين قريبا وحي أن الدرهاء الرسول آي بشروا بي أهل جرينو ملايك مينا حين رقع ذي وقرار بان دين جرين مركا هدي ملايك هوري لسود دي جيري حقو إكراه لكن هدي أمده هوري تط حق لود دي جيري حتى محايد هو إكرا يامو آيات وحالك قاطي خصوشي لصوان تيري وردن إلا ربنا هايان واحد دمر يونا كجيري إلا ربنا بان تخيبو إلا هاي أنو وحيوني إلا أردتو ساعة هاي إلا وحمر الله وراء الله وصوان تيري بلا آذن كوريت جيري فاسألوا ويدي أهل الدكي تدك علمك وصاحبك تدك أهل العلم وحوار صدق وأولان نقض المسألة مركو حاوي تدك كتابتي بري يقيني توراة إنجيل يقيني علماء أها تدك ويدية إني مرايك لسودري جرى وتدك الله سودري جرياري إني ربونا هاي وحي لسودري جرى إن كنتم هداتين لا تعلمونا هو أن وحوغي هداتين إذنكو إذا وحقرنا إني تدك أهل العلم وحزو ويدية
yuu ilaahay. Marka si gaar ah aad u soo degto oo aad ku soo aroorto qolada ay laakiin fasalu ahlan dhikrdu waa umumo hadda dadka ahlu cilmiga ee wax garanaya in ruux aduuna wax garanaynin weydiiyo amar la amrahayo weeyaan fasalu ahlan dhikr wa amaro dadka ahlu cilmiga ee ahlu dhikriga wax garanaya dadka wax su'aala in kuntum atatin la taclamuun haddayd ninku tiin waan wax ogeyn oo wax garanaynin dadka wax garanaya weydiiya baa leeyahay أو جعفر الباقر إمام كويناء محمد وحور النحن أهل الذكر تدك أهل الذكر إلى هو أنا قبول مركة ابن كثير وهذا الكيسة أرسين توقع لي حقا هو أوين بو آي يا وحور الجيد أبولي هذه الأمة أهل الذكر أمتنا تدك أهل العلم قا هو أنا صحيح أهل البيت كمركة يو كمدها محمد الباقر حقا أهل البيت كعلمة هو أوين بو كمدها إيه لنحن أهل الذكر وأنا هو يعني مركة هدوك جيدو annaga ahlu beytkii oo ahlu beytkii rasuulka ahlu cilmi ah see ay noqon buu yidhi ibnu kathiir wuxuu yidhi fa ina hadihi lummata aclam min jamiicil umami saalifa ummatani waa ummadihii hore oo dhan ummad ka cilmi badan wa culamaau ahli beyti rasuulillaahi calayhim assalaam waraxma min khayri alculamaa idaa kaanuu calaa sunnati almustaqiim ahlu beytka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa culamadan rasuulka calayhi salaatu wasalaam u nisba sheeganaysa ahlu beytka ahayd hadda waa ummadda kuwii ugu khayr badan buuri culimadeeda oo raggii waaweynaa ee kolka ka beerma xasan iyo xuseen iyo iyaga laftooda iyo maxamed ibnu xanafiya raggii galahay caliy ibnu xuseyn zaynulcaabidiin baa ka mid ah oo caliy ibnu cabdillaahi ibnu cabaas oo caliyu sajaad la oran jiray iyo maxamed ninka la yidhaahdo maxamed ulbaaqir iyo jacfar usaadiq iyo raggii lamidka ahaa oo dhan oo niman huwa mutamasiku bixabdillahi lmatim wasiraatihi lmustaqiim dadkaasi dadka ahlu dikriga a weeyaan buri marka qayb ka mida u weeyaan waxaa loo jeedaaya dadka ahlu cilmiga ah ee sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qabsada ee ku dhegan dadka wax weydiiya wey hadda fataawidii waa iska bateeno ruuxu waa iska fatwoonaya isagii oo wax alla wuxuu masalada ka garanaya aan jirin waxay tahay ina aan ogeyn iyo iska fatwoono iska sheegaya markaan habeen dhowan jeegayna ilma taasoo bilood noolaa iyo magaalada jigjiga lugahaas isagoo lagu tukanin marka waxaa uu yimid cajirka sheekh dhegaysanayay buu ahaa ilmaha anigaa dhalay oo ilmihii kor ku dhintay nini buri hanagu tukado qoloon baa tii buri waxba nagu tukan maayo ilmuhu waa sakiir sidiisaa lagu aas ee hadda maxaan samaynaa maxaa samayn baa kaa cilmiga utago ku kultuko intaa u tagtaa ku dultukeen salaadu waajib weeyaan kol haduuba yacnaha ad ee washanqarba waxaad sheegi ilma muddo noolaa hadde intay dooniba hadhanaata maalinba hadhanaate ilmo noola jooji kii shanqarun laga maqlayba lagu tukanaya marka inay waxyaalaha fataawada ee aan marjic lahayn waa khatar weliba waxaa la yidhi degdega lagu degdegiya tasaruca fatwaduna aad bay u culus tahay xataa ruux hadduu garanayo inuu dib u noqdo oo uu iska hubiyo masaladan iyada iyo muhima marka ruuxa mustaftigaa ee isagoo fatwa dalbaya inuu ruux ehel u aha ula laabto yaa la amrayaa kan la su-aalayna hadduu garanayo waa inuu ka jawaabo hadduu la garanaynina waa inuu la adiri dhaho ma garanayo raggii ahlulaayiga ay waaweynaa culimadii waaweyneed intaas oo masalayntii la su-aalay oran jiray masalada kama jawaabayo ma garanayo ceebna mayna ahayn hadduu wadaadku yidhaahdo masalada hadda kama jawaabi karaa ceeb in loo arka maaha arsalnaahum waan diray rususha bilbayinaati aayado cadcad iyo xujooyin maan ku diray iyo wazuuri kutub wa anzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga nabiyo adikra qur-aankan kugu soo dejinay litubayina inaad u caddaysa linnaasi dadka maa nusila ilayhim waxaad loo soo dejiyey qur-aanka iyo walacallahum yatafakaruuna inay fikiraan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uhi rususha aanu diraynay waxaanu ku diraynay mucjizaad iyo xujaj iyo adilo cadcad oo risaaladooda tusinaysa iyo kutub yaanu ku diraynay adigana waan kugu soo dejinay qur-aanka wa anzalnaa ilayka dikra nabiyow adna qur-aankanaan kugu soo dejinay litubayina linnaasi maa nusila ilayh dadka inaad u caddayso waxa lagugu soo dejiyey dadka inaad u caddayso nabigu marka mubayin buu ahaa mufasir buu ahaa wuxuu caddaynayay qur-aanka lagu soo dejiyey sunnaduna rasuulka calayhi salaatu wasalaam
waa mubayiro waxay caddaynaysaa oy tafsiirinaysaa qur-aankii ilaa rasuulka waxaa yidhi qur-aanka waxaa kugu soo dejinay dadka inaad u caddayso wixii lagu soo dejiyey iyo walacallahum yatafakaruuna dadku inay fikiraan afaamina aladiina kuwii maka aamin noqdeen makaruu makraya asayi-aati xumaanta dhakray an yasifa allaahu ilaahay inuu la jaro bihim iyaga alarda dhulka aw yaatiyahum u yimaada alcadaabu cadaabka min xaytu makaan laa yashcuruuna aynan ogeyn aw yaakhudahum cadaabku u qabto fii taqallubihim gedgedoonkooda xaalay ku sugan yihiin famaa huma ayna ahaanin bimucjiziina kuwa fakan oo alla cajis gelin aw amase yaakhudahum cadaabku inuu qabto calaa takhawufin cabsi kuwa ku maran xaalay yihiin faina rabbakum rabbigooda ra'uufun faina rabbakum rabbigiina ra'uufun alla naxariis badan weeye raxiimo rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka warramay dulqaadkiisa iyo korashadiisa dadka cusaada uu koranayay haddaan xumaanta samaynaya waqti walba ee makriga ku jira afaamina aladiina kuwii maka aamin noqdeen makaru sayi-aati xumaanta kuwa iyo makriga iyo dhagarta mareegaya aamin makan yihiin an yaqsifa allaahu bihim alarda inuu ilaahay dhulka la jaro kolka uu makriga mareegayo dhulkaba ilaahay inuu la gooyo aamin makan yihiin marka haddaad makri aad maleegayso oo aada walaalkaaga muslimkaa makri u maleegayso waqtiga aad makriga maleegaysaba aamin ha ka noqon inuu ilaahay dhulka inuu kula jaro waa caam ismiga mawsuul ee faamina aladiina kuwii aamin maka noqdeen bale makaru sayi-aat markuu fasirahayeyna alladiina yamkuruuna binnaasi fii ducaaihim iyaah wa xamlihim calayha waa kuwa dadka yacnaha dhakraya ee wada xun ugu yeedhaya xumaan ugu yeedhahaya weeyaan aamin maka yihiin inuu ilaahay dhulka la jaro aw yaatiyahum alcadaabu cadaabku uga yimaado min xaytu laa yashcuruun meel ayna filanayninba islahayn waxba idan kaga iman inuu cadaab uga yimaado aw yaakhudahum cadaabku uu qabto fii taqallubihim gedgedoonkooda xaalay ku sugan yihiin inuu cadaabku qabto iyagoo iska gedgedoomaya oo safaradooda iskaga jira oo iska shaqaysanay inuu cadaab qabto famaa huma ayna ahaanin bimucjiziina kuwa fakanoo alla cajis gelin ma ahan aw yaakhudahum cadaabku inuu qabto calaa takhawufin cabsi xaaladay ku sugan yihiin yacnii fii xaala khawfin khaa'ifiina xaalay yihiin iyagoo baqaya oo dhibaarmo idinku dhacaale inuu cadaab qabto miyayna ka baqay faina rabbakum rabbigii la ra'uufun mid imrinaya weya raxiim rabbi subxaanahu watacaala mid aada u naxariis badan weeyaan iyagoo waxaasoo ku jira dhiba iyo haddana rabbi u naxariisanaya oo cuquubada uuna u dadejinayn laa axada asbaru calaa adan samicahu min allaahi waa ka xadiidkii saxiixeynka ahaa ma jira axad uga sabir badan dhib uu maqlay rabbi subxaanahu watacaala axad uga sabir badan ma jiro innahum yajcaluuna lahu waladan wahuwa yarsuquhum wayucaafin ilaahay walad bay u yeedhay oo caruur buu dhalay bay leeyihiin haddana waa iska arsuqaya oo kuwa waxaas oo ceeb a samaynaya haddana wuu arsuqaya wuu caafinaya awalam yarow miyaynan arag ilaa maa khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray oo min shayin shay ah yatafaya-u xaaladu uu leexleexanaya dilaaluhu hadhadhkiisu cani lyamiini midig iyo washamaa'ili bidixu u eela sujadan xaalayhim kuwa sujuudsan lilaahi ilaahay u sujuudsan walxaalhum iyagu daakhiluuna ay yihiin rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka warramay cadamadiisa iyo jalaalkiisa inuu wax walba u khuduucay shay walbana uu adeecsan yahay xataa aljamaadaad iyo xayawaanaadkii inay adeecsan yihiin awalam yarow miyaynan arag ilaa maa khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray oo min shayin shay ah yatafaya-u xaaladu ee eelanaya dilaaluhu hadhadhkiisu cani lyamiini midgiya washamaa'ili bidid miyaynan arag makhluuqaadka ilaahay abuuray ee hararkooda bidix iyo midig ay u iilan hayaan ee kulla harku bidixu u dhacayo kulla midigu u dhacayo sujadan xaalayhim kuwa u sujuudsan lilaahi ilaah markaasna ilaahay bay u sujuudsan yihiin yacnaha sujuuda khuduucin wa qiyaadin weyn alla ayay u hogaansan yihiin wahum iyaguna daakhiluuna kuwa dullaysan weyn kuwa ilaahay u khuduucayo u dullaysan weyn walilaahi alla unbuu yasjudu u sujuudayaa maa fi samaawaati samaawaatka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan oo min daabati daabada waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaahay bay u sujuuda wahum iyaguna laa yastakbiruuna kama kibriyaan cibaadada ilaahay iyo sujuudda rabbi subxaanahu watacaala waxaa u sujuudaya makhluuqaadka samaawaatka ku sugan iyo makhluuqa ardada ku sugan dabcan uu ka rahan weeye waxaa kaloo u sujuudaya malaa'igta
تكبرياً عبادة إلهي كرسن تاغياً ويسكبوا وينيياً يخافون ويكبقياً ربهم ربكم من فوقهم حالد يمن كسرين ويفعلون وحيفرياً ما يؤمرون وحل أمرهم رب سبحانه وتعالى وحل وحيكبقياً ويربقوا سجوداً ربك أبوري خالق وضعها وكسرين ومكاناً وكسرين بوقية مكانة بلده ويفعلون وحيفرياً ما يؤمرون وحي الأمر إلى أمر ويقدر معي وقال الله إلهي وحجر لا تتخذوا هيالين وعابدين إلهين إلا بإله إثنين والله إنما هو يسوي إله إله واحد كريه فإيا يعني وفرهبون إلى بقى عابدين إلا بإله ربي إلا بإله مجد ما ممنا هل إله با إلا عابد متيسر عابد وانا أنا إلى بقى إلهي ولو إله وحاصر ما في السماوات سماواتك واحد قصوا عن بارئ الله قصوا نادر أبور هذين نقطية هذين ما من نقطة بيسجع هي والأرض أرض واحد قصوا ولو إله قصوا نادر الدين الدين كنا واسما حالذي هم الدائم إله الدين كي يطاعوا قصوا نادر واسما حالذي هم الدائم قتال ساسوي ابن عباس نواجب حالذي هم أفغير الله ألا غيرك ميلا تتقون كبت هذا ما ألقي كيما يا كبقى يسارد وينين يسارد إلهي غير كيما ممنا وما بكم وحا إذا كسوانا من نعمة النعمين فمن الله الله حكي سوبيك آهد ثم إذا مصركم وضروا لكم مركوا إذا انتابتوا في إليه الله حكي سيدتج أرونا أقايل يسا وحو رب سبحانه وتعالى وحا إذا كسوانا النعمة عافمات رزقة قرقارة وحا إذا كسوانا ربنا فمن الله اللي حق يومك هذا النعمات وحملك لكي من ملك ثم إذا مصركم الضر لك مركو إذا انتابته فإليه الله اللي حق يسير تجرون أو قيل يسام أطلع يارو نبي لسوق أدو دقي إذا انتابته وآكا إذا واحد أكا قيل أقير لما أرك حق إلهي ما أو قيل يسام إنه إلهي إذا كزولي وإلا يقال نبينا هذا كور إن يارو نبي حتى يساو تابته وقال سوق قيل تضرعي الله بريو بالله وحيا إن طارع نعمة وكجر وعبد نعمة وكجر كما حصوص ثم إذا كشفت ضرة لبكي إلهي مركو فإذا عنكم إذنك حقين له كفيدو إذا فريقوا وركوحوا منكم إذنك إذا كمدوا بربهم ربي وذيشركون له ذاتي فوقي سيدا لبكي إلهي وإذن كفيدو إذا لبكي الله قيل يسان الله إذا كقار وردنا وكوح إسكي سيجل فالدارة وذي لبكي وذيو إلهي له ذاتي إلهي أعابدين ليغفروا إليك جالوران دراتة بما أعطيناهم وحانسين إليك جالوران فتمتعوا الرحيسك فسوف تعلمون ودوغان دونتان رب سبحانه وتعالى وحيده حيثنا أصمين إليك جالوران وحي آمسين النعمها ليغفروا إليك جالوران دراتة بما أعطيناهم وحانسين فتمتعوا الرحيسك فسوف تعلمون ودوغان دونتان مارك أمركم وأمر تهديد بالي لذا وأمر قدية رحيس الدنيا دي تكسر أنتي واحد دونتان فرق إن يبدأ الدنيا دي دونتان وتسوقان دونتان واحد تكسر أنتي عيب تيسن ويجعلون وحدوية ليا لما شيء لا يعلمون أن الأوجي نصيبا قيبا وويا مما رزقناهم وحن كل زمن تالله بقاري لتسألون والإذن ويدين أما كنتم واحد إذن تفترون قوة افتراء إلهي وحكام رمي عن قبائح المشركين قوة قادة قبائح إلهي غيرك لعبد أصنام عيسى من جيل وهو إلهي كو أرزقه حولها يا قيم أصنام تأويه حوله هو قيمية نوله أخلي إنت أصبح قيم أصنام تأسكال اللوم الدوان كرو أصنام تأيه تبت أخذ مين مين فوق كرامة تابن كرو إنت أنا أنقارين وحاك عيسى من يوحي خياشين يسعوك عن ساسا أقيمنا يا مارك إلهي وحلو وحينا وحبكو وحيهين أنجل وهم بيديس يوحنا كل شيء يدينه إياه يوحبه أن كدر يوحي عنا وعصينا كأرزقنا قيم ويانا بل إله ترخات كيسا وحي إسه أسيا كأرزق يوحي إله اللي هو ذا جينا يانا وإله يا إلهيهم بي قيم ويانا إلهي قيم تا إلهي هذا نرى السنة ويجعلون وحي ويانا لما شيء لا يعلمون أين أغي ما هو أصنامتي وحي أين أغي إنه إلهي أو إنه إلهي أنا سخنين أنجرين يا وحيوية يا نصيرا قيب مما رزقناهم وحن كل رزقناهم قيب وياه تالله وقناره إليه سقع سقطان لتسألون والإذن ويدين دورا عما كنتم وحالا إذن تفترون أبوه إفترون
beerta aad iftiroonaysee iad ku jirtaana ilaahay keyrka aad la simaysaan waa layna weydiin doonaa buu ilaahay. wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi ilaahay albanaati gabdhay u yeelayaan subxaanahu allahu nasahnaada walahum iyagana waxaa u sugnaaday isu yeeleen maa yiftabuna waxay jeclaadeen qawaacidoodii waxyaalay xumaantay sameeyeen waxaa ka mid a ilaahay gabdha u yeela inta meeladay ka gabeen malaa'igta yay dhaheen waa gabdho oo waa gabdho ilaahay ilaahay baa dhalay dhaheen. horta malaa'igtii way u gabeenoo oo malaa'igtu addoomme ilaahay gabdhay ka dhigeen oo waa gabdhay dhaheen. dhinacna ilaahay way u gabeenoo naqs iyo wax aan muumunnayn bay u nisbeeyeenoo gabdhuu dhalay bay dhaheen ilaahay. kolka ilaahay wuxuu yidhi wayajcaluuna lilaahi allah waxay u yeeleen albanaati gabdho subxaana rabbi waa ka nasaanya gabdho iyo wiilal iyo wax la dhalan alla waa ka nasahanya. haddana maca dalika walahum iyagana waxaa u sugnaaday maa yishtahuuna waxay jeclaadeen iyaguna hadda wiilashay jecel yihiin bilaan iyagu waxay jecel yihiin wiilasha waxay ishtahaynayaan ay jecel yihiin ee wiilasha ah xataa ilaahay magaa u sugan isagoo midnaba ilaahay gabadh iyo wiil midnaba ilaahay uu mustaxiil ka yah uu ka nasaanya haddana iyagana waxay jecel yihiin bay isu sugayaan ilaahayna kaynaceen ee dumarka ah yay u sugeen. waxaad ku garanaysaa si uga fogaayeen ilaahay baa yaa ka warbixiyo wuxuu yidhi waidaa bushira markii loogu bishaareeyey axaduhum midkood biluntha ilma dhadig markii loogu bishaaray dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu wejigiisu maswadan mid madow walxaaluhu isagu kadiimun mid murug laga buuxiyey u yahay yatawaana wuu isqarinayaa meel qowm tolka iyo qoonka wuu iska qarin masuuli maa shay xumaantii bushira bihi loogu bishaareeyey uma yatafakaru wuxuu ka fikiri an yumsikuhu miyuu haystaa ilmaha calaahuuni dulli micin am yadusuhu mise wuxuu ku asaafi tulaari carada alaa saa waxaa xumaaday maa yaxkumuna waxay xukumaya. ilaahay wuxuu yihi markii mid iyaga ka mid ah ilma loogu bishaariyey dhadiga gabadh baa kuu dhalatay lado wejigaa madoobeen murug iyo nin dhibaato weyn ku dhacday oo kale yuu isbedel hadda soomaalidu weedho saasee hadda inay kasii baxbaxaysaan baan umaayan welina waxbaaqa ku yahay markii gabadh baa u dhalatay la yidhaahda dhag baaba hadda ilaahay gabadhan ilmaha ka keenay ee ilmaha caafimaadka qabee sariirka kadu ku shugninaya kala nabad keena afku duuliyo weedho way cadhoon jireen sida isaga wax lagu sameeyey iyo cadhoon jireen hadda sidii waxba waa la yar dhaaba waxay la ogaaday in fara badan oo gabdhaha ka midiba wiilashiinay ka dhacfi bateen gabdhaha dhacmigoodii baa dhadhamiyey. marka wax fara badan oo amarka jaahiliyada ee ilaahay uu dadka jaahiliyada ku caayahay war waxaa kasoo noqda lalaa yaa kun iyo intaasoo boqol oo sano dabadeed weli dadka baaqi ku ah oo weliba laga jari karin weliba jaahilka dumarka marka la yidhahda masalada keliya maa masaa'il fara badan oo rabbi subxaanahu watacaala uu kitaabka kaga hadlay oo xuquuqda dumarka gaf loo gafaya ahayd iyo weli inaga inagu dhex sugan xagga ertagii laftiisa dhaxalkee weli sidii weeye oo wuxuun nooca ma laga yaaba inay hadda wax la dhaxalsiiya gabadha xoola maxay ku leedahay bay odhan jireen waaba gabadh. marka nabu hadduu xoolo badan ka dhinto gabdhi iyo wiilal uu dhalo gabdho de iyagu tiridaba kuma jiraan laga hadli maayo waa gabadh baa laleeyay. bale waxaa loogu taagaa sida xoolaha loo dhaqdo oo kale in loo dhaqdo gabadha waa dhali wiilo murgi marka hore oo wakaasi ugu jeedsan ugu madoobeen ha iska joogto marka kolkaasoo haddana waxba bari maaya sida gabdhaha sida wiilasha wax loo barayo oo kalo bale fahmaday kala tegi wiilashay odhanay fahmaday kala tegi iyadoo ha raacdo xoolaha kolkii gabadhii ay xoolaha raacdo ee ay rafaado muddo joogto haddana nin baa lagu dayay baa la odhan waa la garan waa lagu gorgortami sida neef xoola ah oo suuqa la geynayo kale lagu gorgortami ninkii intaa iga siiya uma ka garin ninkii ugu xoolo bata hadday saddex lid geedka soo galaan ninka ugu xoolo badan baa markaa yaa gabadhii la siinaya. kolkaa kii kalena wuxuu ugu tasarufayaa sida neef u gatay oo kale kan gadadiiyo waxaa samaynaya waa rag ka kale ee waxaa samaynaya isaguna waa neef aan gatay oo kale ugu tasarufaya waa rag. marka xuquuqdii meel xun baa lagaga dhacay sharcigaa marka la garan maray ma aha sharciga islaamku xaqooda wuu caddeeyey kelmadii kadib uu ka dhigay laakiinnahu innaga ka baxan qolada gaalada adina waxay dhaheen khusuusan reer galbeedku xuquuq baan ka hadlaynaa arba iyagiina ku sii ciyaareen kuwana dheemayba dhar ka dhiga bay dhaheen iyagu hadda dharkiiyo waxoodii oo dhan way qabaan arba waxay ka dhigeen
xuquuqdeedii oo dhan intay ku tunteen yaa dhinaca kalena waxay leeyihin xuquuq baanu ogolaanayna. Marka xaqa ugu weyna dumarka loo ogolaado waa ka rabbi subxaanahu watacaala xaqa uu caddeeyey kitaabkiisa uu ku caddeeyey rasuulku sunnadiisa uu ku caddeeyey kaa la siiya, kaasaa xaq aheed. waidaa bushira axaduhum midkood markii loogu bishaarayo bilunfaa gabadheedii dalla wajhuhu wejigiisu wuxuu ahaa muswadan mid madow huwa kadiimu fa mid la buuxiyey oo murug laga buuxiyey yatawaara wuu isqarin oo wuu is asturaya min alqowm qoomka iyo tolku iska astur dadku iska dhan aroortaa ma soo bixi karo kolkii lia gabadh baa ku dhalatay fagaaraha iyo meelaha la fadhiya lagu sheekaysay naadiga ma iman karo dadka wuu iska qarin nin ceeb weyne ku dhacday oo kale sidii yuu dadka iska qarin oo dadka una dhex iman karin min suu'i maa shay xumaantii daraaddeed bushira bihi loogu bishaariy waxaa loogu bishaariyay xumaantiisa markaa uma ayuu farki hadda wuxuu ka fikiri an yumsiku ma iska haysta ilmahan calaa huni maca huni dulli laba qab waladoo dullaysan oo dulli iyo dhibaata kusoo korodhay gabadha ma iska haysata am yadusuhu mise wuxuu ku aasaa fi turaabi carada weliya xayatun iyadoo nool mise madxabaad ololaysaa marka waidan mawguuda tusu inad waaka ilahay inoo waxay samayn jireen iyadoo nool yaa intay qolaan oo ay xalaal qodeen bay ku ridi jireen markaa wuxuu ka fikir ma iska haysataa adoo dullaysan mise waa iyadoo nool baad iska aastaa qalaasaa waxaa xumaaday ilaahay maa yaxkumuun war waxay xukumi xumaa waxay samaynhayaan iyo dumarkii waxay ka dhigeen dhinacasay u xaqireen dhinac kale rabbi subxaanahu watacaala dumarkay sidaa u xaqirayeen inay u nisbeeyaan ay u yeelaan iyagiina wiilasha ay sheegtaan waa xukun faasida liladiina kuwii waxaa u sugnaada laa yuuminuuna aan rumaynayna bilaakhirati aakhiru masalu sawdi xumaanta sifadeed kuwa aakhire ee rumaynayna gaalada yaa sifo xun oo dhan u sugnaatay kabta ilaahay sifo xun ilaahay sifo xun u tiirinayaa ma aha iyagay sifo xun u sugnaa sifo kastoo xaqiira walilaahi ilaahayna waxaa u sugan almathalu lacla sifada sare yaa rabbi subxaanahu watacaala u sugan wahuwa ilaahay alcasiizu allah qaalibka a weeye alxakiima ee xikmada leh marka rabbi subxaanahu watacaala sifo kastoo sifaatu kamaal iyo kamaal muqlaqa min kulli wejin yaa rabbi u sugan walow yuaakhidu allahu ilaahay hadduu qabanaya annaasa dadka bidulmihim dulmigooda hadduu u qabanayo maa taraka muna kaga tageen calayha ardada korkeeda min daabatin wax noola ah walaakin yuakhiruhum rabbi wuxuu u dib dhigayaa ilaa ajalin muddo intay ka ah musaman la magacaabay fa idaa jaaa ajaluhum ajalkoodu markuu yimaado laa yastaakhiruuna kama dimarayaan saacata saacad falaa yastaqdimuuna kamana hordhacaya ilaahay wuxuu ka sheekeen dulqaadka uu makhluuqiisa u dulqaadanayo haddana isagoo dulmigoodu joogsi una lahayn wuxuu yidhi hadduu rabbi subxaana watacaala u qaban lahaa dadka dulmigan ay ku jiraan muuna ardada korkeedaba wax daabad ku noolaatay hadda bini aadamka keli a maa haddii bini aadamku waxanay ku dhex jiraan waa dadka waxa la cabiray walow yuaakhidu llahu annaas dadka hadduu ilaahay u qabanayo bidulmihim dulmiganay ku jiraan maa taraka calayha dhulka korkiisaba muna kaga tagay min daabatin wax noola hadda noolaha kale maxaa dhulka loogaga tagay inoo loo halaag waxaa weeye tabacan liilaaki aadam liilaaki bani aadam dhibkanay reer bani aadam samaynayaan ee lagu halaagayo yuu makhluuqa kalena ku raacayaa laakiin rabbi subxaanahu watacaala wuu u dulqaadan oo wuu asturayaa walaakin yuakhiruhum wuu dib dhigayaa ilaa ajalin muddo intay ka ah musaman la magacaabay muddo loogu talagalay oo la magacaabay intay ka ah ilaahay wuu dib dhigayaa faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum ajalkoodu laa yastaakhiruuna saacatan saacad kamintib maraya walaa yastaqdimuuna saacad kamintib dhacaya waqtigu ajalkoodu yimaado walaa yastaqdimuuna kamana hormaraya marka aayadda si toosa waxaa looga qaadan dhibaatooyinkan adduunka dhaca ee bini aadanka dulmiga oo la imanaya ka dhaca inay iyaga una ku ekaanaynin e xataa makhluuqa kale uu gaari welidaasaa daraaddeed ba waxaa soo aroortay xadiida abusalama uu warinay abu salamat bnu cabdiraxmaan oo fuqahaa oo sabcadee taabiciinta ka mid aha yaa wuxuu ihi samica abaa hurayra abu hurayrata rajula abu hurayra nin maqlay buu ihi ninkaasi ina aalima laa yaduru ilaa nafsah ninka daalimkii naftiisa umu dhibayaa wax kala dhib ma geysanayo abu hurayra saa u bilicsada wuxuu ihi balaa wallaahi xataa ina alxubaara la tamuutu fii wakriha bidulmi daalim waxaad leedahay buu ihi ruuxa daalimka naftiisa umu ma ahee shimbirta buulkeeda ku jirta godkeeda waxay ugu dhimanaysaa ninka daalibka dulmigiisa xayawaanka hadda baahi oo baaba'ay ee abaarihi ay baabi'inhayaan
بنيادمكم معاصره كدعايسه يا بدعيه يا هونك لو جرى دينا تا قارتاس وحيوانك كلنا كو رباليا كو دمدانيس ويجعلون وحي يا لله اله ما يكرمون وحي يوم معيا وحي يوم معيا او كان دها يله ويه وتصفه وحي صفين سعسنتهم عربضون الكذب بين عربضون بين بشيء وبيت شيء وعوي أن الله يرى أن أصبنا على الحسنات وناك بالنبي إيه هو واحد سندر بأسماء وإله أن سبينا يا وحاحر يا عدنا وحي عربنا كرحب هذه الجنة التي لنا أمر وبعد أن تقوم بها الجنة ساسيري وتصفوا على سنتهم عربنا وحي سفين الكذبة بان أن الله يرى أن أصبنا على الحسنات وناك بالنبي جنة يميشة وناك سنانا قاس كلوين لا جرم وحاحر أن الله من أسرنا تأنارا ما وأنهم يوم مفردون إليه رب سبحانه وتعالى عين وحق نفع وحقيقة ما إلا كان مرجل إن النار أسرنا وأنهم يجب أن مفردون النار تأيلي كتك إن انت النار تأسى أسرنا وليب الدب اللوغة بحنين تأسى قبل تالله ما قال إلا قد أرسلنا وحانته رسولا إلى أمم أمضان أمتها من قبلك هذه ورتا فزينا لهم بحقر هي الشيطان وشيطان أعمالهم وعمليان كودي فهو الشيطان بأوريهم ولقوذا على يوم مانتا ولهم محاوصهم هذا عذاب العذاب أليم ورحمه الجنة رب سبحانه وتعالى إساق وطارته وعيلي وحانته رسول رسول كاهو الرئيسي يا أمرا أده أمد دينا الشيطان بأقره عمليان كودي دينا رسول شودي ويبيني فهو الشيطان بأوريهم ولقوذا وي على يوم مانتا مانتا الدنيا للجوغ الشيطان بأوريهم ولهم محاوصهم هذا عذاب العذاب أليم حارو جناي مرك الدنيا سقها الله يقول وها وأقر حنا يبعد الكع عذاب رمان ترقصها وما أنزلنا ما ننت الجنين عليك كرك على الكتاب كتاب القرآن كما نقص سوت الجنين إلا لتبين إن على عطية سترات موين لهم إياها الذي اختلفوا يسخ خلافين فيه بحديثا يورد أنه يور رحمة حريص ترات لقوم قرر الله حريص يؤمنون الرمائن إلهي وحيو إمان النبي وقسوة جنة كتاب القرآن إلا أنا تركوا عطي سواح إسكو خلافين تركا بسهيستي إنا أقول عطي سواح إسكو كرامر صناعي وحي اللي إسكو هيستي أورطان كتاب القرآن يالله عطينا إياه يورد أنه يور رحمة حريص ترات لقوم يؤمنون حق هنوك إن حريص توعوية تركا رمائن marka quraanka hadii rasuulka lagu soo dejiyo dadka in loogu cadeeyo wax isku khilaafeen quraanku faasilun bayna naas wey fi kulli ma yatanaazuuna fi wax kasta dadku ku doora quraanka loo laabaa wixii la isku khilaafa quraanka loo laabaa quraanka saa kala cadeey meel kale aan la aadin quraanka wixii loo soo dejiyo dadku wax isku khilaafeen in lagu kala bixiyo loo cadeeyo weeyaan kolka dadku wax isku khilaafa quraanka loo soo laabaa quraanka raa kala bixiyo dadka saas loo soo dejiyo والله إلى هاي أنزل أود الجيم من السماء السماء ما أن بيوكس أود الجيم فأحيا وكنا لي به ما على الأرض كل كنا لي بعد الموت يا إنت إنك كثيت بعدين إن في ذلك كعبد حديث على آية عن آية بخصوص عن القوم قرى يسمعون المقرأ إلى هاي وحبي السماء بيوكس أود الجيم كل كنا كنا لي به كل إنك كثيت ميت بلا كنت المعمم كل موت إنك كثيت أردن تاي يلا بيجي كس أود الجيم نبات بقى صوبة إن في ذلك الآية عن القوم يسمعون بيها إلهي وسود الجهة النواط وقصة صارة وحا علامات آيات وين قصة غنطة دخل وحفهم هي وإن لكم محايدين سوى في الأنعام العمورين هذا حيالا لعبرة وحلوها نقاط نسقيكم عننا ورابنا مما في بطوني علوشي سوحا قصة ومحانا لك ورابنا من بين فرث أسلحية والدم إيك دهري لبنا معانو خالصا أو خالصا سائقا وضما يلشاربين أبو عبد رب سبحانه وتعالى يقول إن نعم وليدا وكيري أريد الله ذا وحلقوا عبر قاطر قصوها ووام حد وحان إذا كورا بنا النبي لهي علوشي سنحر هذا أوس يبيك نحري يعني عانا خالصا إذا كورا بنا في أوس يبيك يعني عانا كسر إحسانين لهي سؤالين أود إله سبحانه وتعالى أنت اللي لو تري شنو يا ما انا ولي بقول لك خالص اه وواحد ايك يا واحد واحد صفقه دخول ما قدر تعالى يا واحد ديقو كان مو قدر تعالى انا عدين كود واكو خالص اه وسائقا للشاربين تا
dadka cabaya u warmaya oo maxaa ku dhahay jiidin mareen loxo dadka waa ka meel laga gaadhay lagaya caali xagee ka soo baxay caalam noocaas dadka arkaysaa waa shayga keliya ee li tagaddi wala shurbi labadiiba sharaabnimo iyo tagaddi labadiiba waa loo isticmaali karaa hadda waagii hore dadka in fara badan hadda joogta caano beeb ugu soo barbaareenba oo raashiya waxaa ruux isagoo weyn baa laga yaaba dad waxaa laga yaaba hadda in la helo intaasoo sanaba caanaboyo wax kale maana cabin oo caanaha uu ku noolaa marka taqadina way noqon karaa yardheer sharaabna way noqonayaa labadaas isugu jiraan wamin tamaraati nakhiili nakhiishan midheheed iyo walacnaabi cinabyaalka tatakhiduuna waxaad ka yeelanaysaa minhu isaga xaggiisa sakara mid lagu wareera iyo risqan risqi oo xasan oo wanaagsan إن في ذلك كان تحديث على آية طبعا قصوا لقوم قرأوا يعقلون عقل رب سبحانه وتعالى وحوي كيت كان خيش مريه يعينك وحكا سما يزان يسا من سكر وخمرا مقضي مركا آية قبل وحو إنت على الحرم كهر لأقول كهر ويسكبنا كل ما الحرم يهدن الدبا إنت أسكر وجاني على النسخي كل أدن بيسي إنت فهل أنتم منتهون أدن بيسي وقمات الله حرم midkaas lagu wareeriyey iyo risqi wanaagsan oo ah ka xalaashay haddii lagu wareeriyeynayso wax aan keenaynin waa le sharaafkaas ka samaysataa ina fi dalika ka ixdiisa la aayatan baa ku sugan le qowmi qolo yacqiloon dadka caqliga leh wax ay yacnaha fahmayaan waxaa leeyahay aayadan waxaa lagu khatimay sharaafka wax waalinaya ina fi dalika la aayatan liqowmin yacqiluun marka dadka caqliga iyo aayada ugu sugan tahay caqliga waxay yidhaahdaan waa ashrafu maa fil insaan insaanka waxa ku dhex sugan waxa ugu sharaf badane waa caqliga welidaa saa daraaddeed baa sharaabkii nooca ahaa yaa la xarimay siyaanatan licuquul sharaabkii noocaas ee wax waalinaya maxaa loo xarimay ilaalin caqliga la ilaalinay caqliga in la ilaaliyo daraaddeed yaa loo xarimay khamrada maxaa loo xarimay ruuxa duuxa caqligii baa ka tegay soo wax kasta oo wax waalinaya waxa loo xarimay waxa weeye cuquusha iyo caqliga ilaalin la ilaalin waa waxaa rabbuka rabbiga wuxuu u waxyooday ilaa naxal bahasha la yidhaaha shinnida anitakhidii yeelo min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan gurya ka yeelo wa min ashajari geedahana buyuutan gurya ka samaysa wamimaa yacrishuuna waxa ay carishayna samaynayaanna ka yeelo uma kuliicu min kulli thamaraatin midhaha awaacdeed oo dhan faslu kiika rasuula rabbika rabbiki rabbiga wadooyinkooda dulula xaalayta midla saare yakhruju waxaa ka soo bixi min buduuniha shinnida caloosheeda sharaabun baa ka soo bixi muqtalifun alwaanuhu midabkiisu isgaran marsan yahay fiihi dhexdiisana shifaaun caafimaad baa ugu sugan linnaasi dadka ina fii dalika kaa dhexdiisa la aayatan baa ku sugan liqawmin yatafakaruun rabbi subxaana wa tacaala shinnida wuxuu u waxyooday umanadiba waxyu ilhaam baa layihaa waxaa lagu ilhaamiyey shinnida oo ilaahay ku ilhaamiyey anitakhidi min aljibaali buyuuta buuraha gurya ka samaysa gudagudagudagudayaal intay gasho iyo diina meesha godka ah yay ka samaysana ku dhashataa warmida shijarina ka samaysa tan geedaha unba aad loo yaqaanaaa geedaha marka dhulka meelaha gudaha ana way gashaa ee buuraleyda ah geedahana way gashaa geedahana gurya ka samayso wamimaa yacrifuun waxay kuu samayeen iyo meesha bini aadamku kuu carishayna ka samayso hadda marka geeguri iyo alaabo iyo meelaha carishoo dadku samaysteena way gashaa oo gurya way ka samaysataa gurigaa markaad samaysato uma kulii cunan kuli tamaraad foortag oo midhaha soo dhaaf oo waa kaad aragto maanta dhan way wareegi oo say u wareegi ee ubaxa iyo geedaha midhaha wax mid walba in uga soo qaadiyo godki kusoo iyo kusoo hoyo ilaahay baa tusay bal waxaad aragtay yeridiisa intay kabtan oo kale ka foofto ragga yaqaane ee dee qumaatii u jabsan jiray shinnida waxay ku dhahayaan waxay kasoo reed raacayaan meel arbay garanaya kabtay ku jirto ruuxa laga yaaba bini aadamkaba inuu yaallah u soo kartaa du'a de ilaahay baa u sahlo wuxuu yidhi uma kuliicu min kulli thamaraati midhaha awaacdoodoo dhan midhayowga kala duwan soo taa faslu kiika subula rabbik rabbiga wadooyinkiisa dululan xaalaytay midda sahla waa soo gara dhulka waa lagu sahlay meel walba galo soo mar kolkaasa ilaahay wuxuu yidhi yakhruju waxaa ka soo baxay min buduuniha calooleheeda
شراب وشراب ومختلف الالوان ومدبكيس في السلام زين علاش هذا قصه في حتى واحد سوق علاش هذا واحد قصه في اي شراب مدب يديس اي كلدوين في السلام زين شراب كان فيه تهديس الشفاء وعافمات بقى للناس تتوصل تتك عافمات بقى وصول الهي هو الشيخ شراب كان مرض له عافمات تسوي ان في ذلك كان تهديسا على آية تنبع قصبا لقوم يتفكرون وستتك فكرين تتك فكرين ينبي آية قصة قمتا فكي الهي هو الشيخ عافمات رسوله عليه الصلاة والسلام ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير وفي شرطة محجر أو شربة عصر أو لذعة بالنار توافق الدواء الدين وهي أهد استعماشا وحكا من الدواء كسو وانتا واسطه تومي جيه الدين يعني شنتي لجاحة إلا طوب إيا ملق عبد الدين إيا الدب ليس كل جيهود ووافق ذي برسول قولي حموك وافق أي دبقاس وما أحب أن أكتوي لكن أنا نسكو المجعلي صدع على مرق الشيخي ويقول أنا قسرين نسكو مجيء والله كان رسول قوسي توني كروا استعماري مرق كروا استعمار رسول عليه الصلاه والسلام اكو صار رسول يقولوا لما العقل عسل ثلاثه غدوات في كل شهر مرق منك الى بسدح ارورود بشي العقل سدح ارورود كلهبا لم يصيب عظيم من البلاء بلاي وما سيت الروحا وحاجري حديث بخاري ومسلم لو رواه سو صاريا يا رسولك نبى وجب مركز العور إن أخي استطلق بطنه وعارك عروش عفرنته وسكر على غشومه يا رسول الله معك صمد رسولك العور اسقي عسل ملحسين كعمر براء وأنا شوب معي مركز يتوت ليه وربي رسولك يجود العور يا رسول الله سقيت وعسل فما زاد ولا إلا استطلاقه وربي وقصي ترى وفرمي كوكي هو مرة أنا أقول كم مرة كي وربي وقصي ترى رسول قلعون إذا فسقي عصب كعطا ومرض ورابيو ويأتي المركي اللواء وصلنا ويقول يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا ويأسيه وكسر طريقه ويأسيه فميان قال كاسا رسول قلعون عليه الصلاة والسلام صدق الله إلهي رب الشاكة وكذب بطن أخيك ورابك عدو جيسون أبنى ما يشاكته إذا فتوى فسقي حسنا وتبوى مرض ورابيو إلهي مروش هو فيه شفاء للناس ولكن عدو جيزن هو بين لي مالك هو التوبة هو ورابي مالك ستح عدو بكسبين مالك هو حالقايا على إلاد دي مالك هو شوما هاييما إلاد دي كتر تعدو جيزن يبهين هاي قولك يتنبيه دي إلاد دي عاي بحضين هو يستعجل دي نمرا قصاص وعافمات بدي هاي هلو هذا والله إلهي خلقكم قلت يا يابا هلو كان بسكري جوجينا بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا وحيقول نارتين بالله إله جهد أيمانهم نارتوا ذوارك لا يبعث الله إلهي مصبحين يوم يموت الروح دماء ولكن أكثر الناس بلا وصوتحين يا وعد يا وهوي عليه كركي سارب حقا وقبا ولكن أكثر الناس تتقبل أنكوطا يعلمون المهو ليبين إنه وعد يطرات لهم إيجا الذين يختلفون فيها إسكو خلافين وليعلم إن يغادان الذين قوة كفروا قالوا بأنهم يهو كانوا إنه هادين كاذبين بين عليها قال تعالى ربي وحوي لإنما قولنا هذا الكنقا شيء شيء أنا أقوله إن إذا أردت مركو دو إذا أردتنا هو مركان دونه أن نقول إن أنا أقوله إنه لو يسألكم أهوه فيقوله أهانيا والذين قوة هاجروا بجلودي في الله إله الدين تيسوي جلودي من بعد ما ظلموا إنتي لظلمي إتوادي أنه دوي أنهم أنتجين إنا في الدنيا الدنيا لنحرير حسنة والأجر الآخرة آخرة أجر قيدة أكبر كوي لو كانوا هديه يعلمون قوة كرمية الذين قوة صبروا صبري وهي وعلى ربهم رب قوة يتوكلون ترسالا وما أرسلنا ما ناطر من قبلك هذه فرطة من قبلك هذه فرطة ما ناطر إلا رجال رقموه نوحي أنا وحيون إليهم يقع فاسألوا إيدي أهل الذكر تبك علمك إهل قوة إن كنتم أداتين لا تعلمون قوة نقين
أرسلنا وأنذر الرسل بالبينات وأنذر المعجزات والزبور الكتب فأنزلنا إليك الذكر أن القرآن كان نبيك وسود الجني لتبين أن هذا ليس للناس كما نزل إليهم واحد وسود الجني ولعلهم يتفكرون إلى فكرة أفأمن الذين قوي مكان من غير مكروا مكيا سيئات فمعنطا أن يخسف الله على إن لجر بهم يقع الأرض بروك إن لجر أو يأتيهم ويمات العذاب عذابك من حيث مكانوا لا يشعرون إن تريمين أو يأخذهم عذابك إن غلط في تقلبهم قد قدونك لحالك سويهين فما هم يناهان بمعجزين كويناك فكر أو يأخذهم عذابك إن غلط على تخوف حال عبسكم مريهين فإن ربكم ربكين لرؤوف ويمد برنا يرحيم محرسائي أولم يرومين فيرن إلى ما خلق الله الله وحبوري من شيء شيئا يتفجر حاله اللاحن يدلاله هنالكيس عن اليمين من بيه والشمائل بيحاي اللاحن سجدا حاليه كوه سجود لله إلهي والحالهم يهداخلون كوه ذليسنيهن ولله إلهي أمه يسجده سجوده يما في السماوات سماوات وحق صغنية وما في الأرض أرض وحق صغن ومن دابة ولا والملائكة ملائكتنا اللي سجود إيسا وهم يهون الله يستكبرون بكبرياء يخافون ويكعب سنة يا رب ومرد يقول من فوقهم حال يهبت كسرين ويفعلون ويفريان ما يؤمرون وحين نفروا وقال الله إلهي وحيل لا تتخذوا عابدين إلهي إلا بإله إثنين والله إنما هو يسو إله إله وهي واحد كريم فإيا يانقهم فارهبون إليك فقط ولو الله وحاوسوا ما في سماوات سماوات وحاقوسوا لي والأرض أرض وحاقوسوا ولو إلهي وحاقوسوا نادي الدين الدين كنا واصبا حاليا من دائما فغير الله ما لغيك ويمتطفون كبقيسا وما بكم وحايد قصوا من نعمة النعمة فمن الله يلا حقيزا بيكاهات ثم إذا مسكوا مركوا إذا انتابتا ضر ربك في إليه سكا حقيزا بيهم تجارون أو قيليسا ثم إذا كشف ضر ربك مركوا كفير عنكم حقينا إذا فريقوا على الكوح ومنكم بذنك إذا انكملا وبربهم ربك قد يشركون لو ذي الجنية ليغفروا إليك لو أن ترادت بما آتيناهم وحاسيني فتمطعوا الراحي استفزوا فتعلمون وهذا أنتم طاعي ويجعلون وحيويا لما لا يعلمون وحينا لغينوا إلى أقولنا من الأصنام نصيب بيويا مما شيء بيويا رزقنا وما قرزوني تالله بعدار إلا تسألون والإذن ويدين عما فيكم تماذا إذن تفترون هو إفتراء ويجعلون وحيويا لله إله البنات كم بيويا سبحانه وألا وكن الزهن هذا وحاس ولهم يدنا وحاصون هذا ما يشتهون ويجعل هذا وإذا بشر أحدهم مدخل مرك الله بشعره بالأنثى المدد مرك الله بشعره ظل وجهه وجهه سوحها مسودا من بدو وهو يسونا كريما من مرك لقبوحي وين يتواره إسك قرن يا من القوم قوم من سوء ما شيء فمانتي تراتي وإسلا قرن بشر به له بشعره ثم يفكر حكم فكر يا يمسكهم يو إسك عزتا على هون الذل معي أم يدسهم بسوء قريا في التراب عرى أيوكو هذا على ساعة وحاكم هذا ما يحكمون وحي حكم أيان للذين قوي وحاوصون على لا يؤمنون بالآخرة آخرة رمينين مثل السوء استفاد حميد بأوصغا ولله إلهنا وحاوصغنا المثل العرى استفاد صريح وهو إلهي العزيز ولا غارك أوهي الحكيم ويفرق صوبا ولو يؤاخذ الله الله عدوه قبنا يا الناس تلك بظلمهم ظلم قوضا ما ترك عليها أمرك تركي سمونك لتغير من دابة وحن ولها ولكن يؤخرهم الا وحود بغيا الى اجل مسمى مدلل مقعاب انتكا فاذا جاء اجلهم اجل كود مركو يمادا لا يستاخرون ساعه ساعه كد مريا ولا يستقدمون كما نخر مريا ويجعلون لله الله وحيويا لما يكرهون وحين عيا وتصف السنتهم على بضوضون وحي سفين الكذب بين ان الله من يرسقنا الحسنى تي وناك بنيد جنات اي بي شيغيا لا جرم وحا دبا ان الله من نار نار تو ان يرسقنا وانهم يغنا مفردون النار تاعي لغتغيو الله يبا دار لقد ارسلنا وحان تي نبي الى امم من امم رسول تي من قبل كادر ورتا زير اللهم الشيطان والشيطان باو برحي اعمالهم عمليات كودي فهو شيطان بوليهم وليقودا اليوم مانتا ولهم عذاب أليم عذاب حنو جنبا وصفنا ذا وما أنزلنا ما ننت الجن مربي عليك هذه قول خاقع الكتاب كتابك إلا لتبين الله من أضوع الضيسا موين الذي كي أضوع الضيسا اختلفوا فيها اسكو خلافه
وهدى عنوني ورحمة حريص تراتي تنسو دجنا لقوم قالوا يؤمنون الرمائن والله إلهي أنزله دجي من السماء السمد ما أبكسو دجي فأحيا به الأرض نورك ألا كنو لي بعد موتها إنت إنكتين تبدا إن في ذلك كان حديثا لآية تنبع قصبا لقوم قالوا يسمعون مقرأي وإن لكم محايدين سوغا في الأنعام عبوري لأن هذا لعبرة وحلقوا عبرقات نسقيكم واننا ورابنا إنا مما في بطون يعلوش سواح قصبا من بين فرث وستحذية والدم يديك بحري لبنا نعار خالصا صافيا سائقا وضميا للشاربين هو حبيا سفي عن يعبي ومن ثمرات النخيل نخيشا من هذه والأعناب عن أبيارك تتخذون وحكيا لما يسال منه حقيسا سكر من غوريه ورزما رزق وحسن وناكسا إن في ذلك كان حديثا لآية باقصها لقوم قرروا يعقلون وحكرانيا وأوحى ربك ربك وحوه وحيوه إلى النحل الشندة أن اتخذي يالو من الجبال بورها حق وضا بيوتا قريا كيالو ومن الشجر جيدا حق يدا بيوتا قريا كيالو ومما يعرشون وحي سمين عريقين قريا كسميسو ثم كليعون من كل ثمرات بلا رمانتو فاسلقوا صبر ربك ربك ودوين كوضك ربك ودوين كي سكال ذللا حاليتاي من دسار يخرج وحاك صبحيا من بطونها عروش هذا الشراب ولا مختلف الوانه من بديس واسكلاف سيئه فيه شراب كاو حاقصها شفاء عافما اطبع للناس تتكاو قصها ان في ذلك كانت احديثا لآية باقصها لقوم قلوا يتفكرون فكرين الله سبحانه وتعالى